بسم الله، دلوقتي نشوف مع بعض ازاي نعمل ريلينج للحوائط. تمام، يعني ممكن يكون انت عندك ريلينج مخصص للسلالم، ففي الحوائط ده بيختلف شويه. هنشوف ازاي. سكتش باص، تمام، وهبدا ادخل في التايب. الشكل دوت ده شكل الديفولت للريلينج الطبيعي. فانا هعمل دبل كليك وهاجي اقول له هنا انا عايز التوبريل، تمام، عايزه يبقى للوول، وهنا يبقى للوول، ويبقى مسافة مثلا 100، وهنا مسافة 100، تمام. راست ري ديبس، لو انت عايز تعمل له الديبس بتاعه. هنا نختار بقى الشكل بتاعنا، ماشي، مفيش مشكلة، اوكي، هيجي بالشكل دوت. طيب هنا الحاجات دي كلها انا مش محتاجها، هخليها نن، لان انا مش عايز النزلات ديت، وده برضه هخليه بنن، واقول له اوكي. تمام، طيب دول بقى الروم منين؟ الروم من هنا الاستراكشر. دول بقى ديليت 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 ديليت. تمام، فهاجي هنا بقى في الهاندريل، تمام، اقول له ده خليه وول وول، خلي ده مثلا 150، وده 150. تمام، والشكل بتاعه خليه سيركل زي ما هو. تمام، واقول له انا عايز ده في الليفت ناحية الشمال. ابلاي، تمام، هتشوفه بشكل دوت. اوكي، ونبدأ نرسم بالهوت، واقول له موافق، ونشوف بقى في 3D. هيظهر معانا بالشكل دوت. تمام، نبدأ بعد كده نعدل فيه زي ما احنا عايزين. يعني لو انت عايز تعكسه شمال هتعكسه يمين، ما فيهوش مشكلة خالص، تقدر تتحكم فيه. طيب خلينا وانت بترسم السلم تقدر تختار النوع دوت، وتقدر بعد كده تعدل فيه بحيث ان هو يبقى على حدود الحيطه بالظبط. يعني خلينا نيجي هنا ونقول له انا عايز ارسم ستير، بقدر اقول له ان انا عايز الريلينج دوت. نقدر نختار نوع، خلينا نقول له موافق دلوقتي. نقدر نشوفه في 3D. شايف الريلينج هو اختار النوع دوت. ممكن اجي هنا واغيره، اخلي دوت النوع العادي بتاعنا، وده خاص بالريلينج اللي هو مرتبط بالحوادث.